لو ولادك ما بيحبوش ياكلوا البطاطا بعد الفيديو ده هياكلوها وهيدمنوها. تعالي يلا شوفي كده الفيديو للنهاية، بس قبل ما نبدأ لازم تشيريه وتحطي لايك وتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ بسم الله. جبت كده 3 وحدات من البطاطا زي ما انت شايفة بالظبط كده، وبنقشرهم بالقشارة او بالسكينة زي كده بعد ما غسلناهم تحت الحنفية ونضفناهم. تمام كده، هما 3 حبات بس هيأكلوا معانا 4 افراد. هنقطعهم بقى قطع ترنشات كده زي حلقات البطاطس زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. 3 وحدات بس من البطاطا، يعني حوالي 600 جرام كده من البطاطا، مش جايبين كيلو كمان. تمام كده، بعد ما قطعنا البطاطا هنغسلها تحت الحنفية ونفضيها كده في حلة ونغطيها بالمية ونحط عليها 2 معلقة من السكر ونسيبها لحد ما تستوي على النار. بعد كده جبت الطواجن، ممكن تدهني الطواجن سمنة وبلدي مثلا تديها طعم حلو قوي، وممكن تسيبها زي ما هي كده. وهنا البطاطا كانت مستوية في 100%، يعني مستوية خالص بس مش مهرية زي ما انت شايفين. بوزعها بقى على الـ4 طواجن زي ما انتوا شايفين كده، الطاجن على قد فرد. ممكن تستغنوا عن خطوة السكر في السلق، عشان كده كده احنا برضو هنضيف لها سكر. تمام كده، خلاص كده جهزنا الطواجن. نبدأ بقى نجهز الخليط اللي هنحطه على البطاطا، عبارة عن 1/2 كيلو من اللبن، عليه 2 معلقة من النشا، و1 معلقة من الدقيق، ورشة من الفانيليا، ورشة خفيفة من الملح، و4 معالق من السكر. حطيت انا كده الـ3 معالق، 2 دقيق، 2 نشا، و1 دقيق، وفانيليا وملح، و4 معالق من السكر، وضفت كده 1/2 كيلو من اللبن، وهقلب المكونات كلها مع بعضها كده. لسه كنت بضيف السكر، هقلب كل المكونات مع بعضها. وحطيت كيس، هو كيس 1 1/2 كيلو من اللبن زي ما انتوا شايفين كده، كيس الفانيليا مهم عشان بيديها ريحة حلوة. بصي بقى انا عاملاها وصفه اقتصاديه، ما ضفتش لها صفار البيض، انما في الوصفه الاصليه ما حاطين 2 صفار بيضة. لو انت بقى عاوزه تحطي 2 صفار بيض حطي، مش عايزه تحطي وعاوزه تعملها اقتصاديه زي كده اعملها زي كده. هنغرق بقى البطاطا في قلب اللبن كده وندخلها فرن، ممكن نحط لها حته زبده على الوش كده، وندخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 220 او 200، والشوايه بتشغليها علشان يستوي من فوق ومن تحت ما يرصبش النشا تحت، وبيطلع معاكي بالجمال ده. اول ما ياخد لون بس كده ويغلي بنطلعه بعدها مثلا ربع ساعه، هو بياخد كل الوقت كله ربع ساعه في الفرن. بنحطه بقى في التلاجة لما بيسقع وبيبقى طعمه تحفه جدا. جربوه وقولي رايكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.